نعيش هذه اللحظات التي ربما كانت من أجمل اللحظات في حياتك وفي مسيرتك الفنية، نتابعها ومن ثم نواصل الحديث. وكلمة ولو جبر خاطر ولا سلم من بعيد ولا رسالة يا هاجر في يد ساع البريد. كلمة ولو جبر خاطر ولا سلم من بعيد ولا رسالة يا هاجر في يد ساع البريد في يد ساع. كلمة ولو جبر خاطر، عدنا لك عبد الله في جدة من جديد. كلمة ولو جبر خاطر، هذه الأغنية الأخيرة التي غنيتها في أرب آيدل، ربما كان هناك جدل مع لجنة التحكيم وأبرزها أحلام، قالت بأن هذه الأغنية خليجية، أنت رديت بأنها للفنان العملاق محمد سعد عبد الله اليمن. هل تعتقد بأن ردك ويعني على أحلام بتلك الصورة ربما أثر عدم يعني مواصلتك في يعني وتأهلك للمراحل النهائية؟ طبعا أول حاجة يعني لجنة التحكيم كلهم على راسنا، وكما ذكرت لك إنه يعني نفس النظام إحنا في كل حاجة يقولوها، وقد يعني أغنية كلمة ولا زي بالخاص كثير من الأغاني اليمنية التي يعني ممكن قد نسبت إلى فنانين آخرين غير يمنيين، وكان هذا تقريبا يمكن قصور في السوشيال ميديا في الإعلام، لأننا نحن كيمنيين إنه ما عرفنا الناس إنه هذه أصولها وألحانها وكلماتها تكون يمنية. فسبحان الله يعني الأستاذة أحلام وهي على راسي صراحة، رأيها كله على راسي وأنا أحترمها وأجلها وأقدرها. لما سألت أنا فقط جوابي كان فقط للتوضيح. نعم. إنه هذه الأغنية أساسها يمني وهي للفنان الراحل محمد سعد عبد الله، كلمات وألحان وأداء، وقد غنيت لفنانين آخرين واشتهرت على ألسنتهم يعني. نعم. ممكن يعني أغاني كثير جدا، أغاني نعم. كثير جدا لكبار فنانين في الخليج بهذا الـ نعم. الوقت. نعم. عبد الله، هل حقيقة تفاجأت من عدم معرفة أحلام بأن هذا الأغنية للفنان اليمني محمد سعد عبد الله ونسبتها للخليج، أم ربما كان متوقع بسبب مثل ما ذكرت عدم الاهتمام بالحفاظ على التراث والفن اليمني وأصبح كلا ينسب الأغاني اليمنية إليه؟ هو سبحان الله هذا الفن سواء الغناء والكلمات، طبعا هذا شيء كان العرب زمان يعني حتى يستعملوا في الحروب بين القبيلة، يصير حرب بين قبيلتين بسبب كلمات وألحان وأداء. فمن هذا المنطلق يعني لابد أنه يكون في حفاظ على التراث، في حتى تكون في صفحات مثلا للتراث اليمني، وإن كان غنية لفنانين آخرين يعني أتوقع إنه في شيء من القصور مننا كأشخاص إنه ما بينوا إنه هذه الأغاني للفنانين عريقين وقديمين يمنيين. أو شيء ثاني يعني ممكن تشتهر الأغنية على أي مغني والناس ممكن يعرفوها على لسان المغني الآخر وتشتهر سبحان الله وتتيجي تجد ألهان الناس وأغلب الناس إنه الأغنية هذه من الفنان اللي اشتهرت عليه. نعم. المغني الآخر.